في هذه الأجواء الرمضانية. جابر القطيفي نقيب مركز أبو مطمير. اولا انا سعيد بالمؤتمر الكبير ده للفلاحين لاول مره، لان الفلاحين طبعا يعني كانوا مهضومين في ظل النظام البائس القديم، لان مصر ديت اساسا مبنية على الفلاح المصري، واحنا عارفين كلنا يعني ان ابهاتنا وجدودنا البلد دي كانت تعتمد عليهم هم، لان البلد زراعيه، فالمفروض احنا نرتقي والنقابه دي تدافع عن الفلاح وترتقي بالاسلوب الزراعي في مصر، خاصه ان احنا في تغييرات الدول العربيه، ولابد ان احنا نعتمد على نفسنا وما نمدش ايدينا للدول الاجنبيه اللي بتقيدنا بمقابلات، يعني بتقيدنا بحاجات احنا في غنى عنها خالص، فلابد ان احنا نتكاتف ونتعاون من اجل الرقي بالفلاح المصري والنهضه بالزراعه المصريه، وان احنا يبقى عندنا اكتفاء ذاتي من جميع المحاصيل العربيه من جميع المحاصيل، وخاصه القطن المصري اللي النظام القديم اهدره وضيعه الذهب الابيض. انا سعيد بمقابلتكم وسعيد بالتواجد ده كله، وانا سعيد بمعرفتكم بجد والله. شكرا.